هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف العالي في عهد الصحابة ومن بعدهم، وأحسن الأقوال فيها ما رجحه ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، رجحه غيره أنه لو دخل مع الجماعة أدرك أجر الجماعة وإن لم يدرك الجماعة نفسها، لكن من أيقن بوجود جماعة أخرى وهم في الركعة الأخيرة وقد فاته ركوعها الركوع الأخير، فالأولى أن ينتظر حتى يصلي مع الجماعة الثانية من أولها، فتكون هذه جماعة كاملة له، والله أعلم. إذن شيخنا ينتظر الجماعة القادمة؟ نعم، إذا تيقن في وجود جماعة جديدة ينتظرهم. نعم. وإن شك هل في جماعة ولا ما في جماعة يدخل مع الجماعة الموجودة ويدرك بذلك أجرها، وإن لم يدرك حقيقة الجماعة بفوات الركوع الأخير، والله أعلم.